عليكم ورحمة الله. يا رب يكون في صوت يا جماعة مع الزحمة ديت. النهاردة اليوم العالمي للمرأة في جميع دول العالم يا جماعة. المرأة جزء من المجتمع، المرأة وردة المجتمع يا جماعة. أنا هوريكم إزاي الناس بتحتفل باليوم المرأة العالمي. تابع الفيديو للآخر يا صاحبي، الفيديو هيكون طويل شوية. في صوت ولا مفيش؟ الله أعلم. يوم المرأة العالمي يا جماعة يوم عالمي في جميع دول العالم، جميع دول العالم بتحتفل بيوم المرأة العالمي وبيقدموا هدايا للمرأة من ورود وزهور وعطورات. تابع الفيديو للآخر يا صاحبي عشان هتشوف حاجات حلوة باحتفال اليوم العالمي للمرأة. المجتمع يا جماعة، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة حقيقي، ولكن امرأة تفكر بعقلها وليست بقلبها يا جماعة. المرأة اللي بتفكر بعقلها أحسن من المرأة اللي بتفكر بقلبها. العقل زينة، عبارة عن وردة داخل المنزل يا جماعة، ولكن المرأة الذكية، تاخد بالك معايا يا صاحبي، المرأة الذكية. زمان جدتي قالت لي ما تاخدش السهتاني اللي تاكل وتعمل عياني ولا ام كحله والباني. ما بين المراه العربيه او المراه الاجنبيه، صدقني يا صاحبي كل النساء صنف واحد، ولكن انت بنفسك تقدر تحدد المراه اللي هتعيش معاك في حياتك. المراه جزء من المجتمع يا صاحبي، ولكن عليك ان تختار. النساء تؤدي احتياجاتها المنزلية ولا تشعر بوجود الرجل في حياتها يا جماعة، بمعنى ان هي بتطبخ وتغسل وتمسح مش عارف ايه ولا تشعر بوجود الرجل، واخد بالك؟ يعني ما بتهتمش بزوجها. هي دي المرأة اللي لا تصلح ان تكون زوجة، واخد بالك يا صاحبي؟ ما عرفت، ده رأيي انا، يعني ده رأيي الشخصي. المرأة العظيمة النجاح هي لا تهتم بزوجها.
أصدقائي، النهاردة اليوم الاحتفال العالمي بيوم المرأة، يوم المرأة العالمي. تحية لكل امرأة عظيمة تقف خلف رجل عظيم وتفكر بعقلها وليس تفكر بقلبها. تحية لكل امرأة. المرأة هي زهرة المجتمع، المرأة هي كل حاجة داخل المجتمع يا جماعة. النهاردة اليوم العالمي والاحتفال بيوم المرأة العالمي. يوم المرأة العالمي يا شباب، أنا موجود الآن
في وسط اكتر من 10,000 امرأة، ولكن في حماية الشرطة زي ما انت شايف. واخد بالك، مسيرة في منتهى الروعة وفي منتهى الحماية. الشرطة مقفلة الطريق يا جماعة زي ما انت شايف، وبيحتفلوا وبيتبسطوا في يوم المرأة العالمي.